على أنغام موسيقى عم يسألوني عليك الناس. أطلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على مسرح المجاز التابع لمركز الشارقة الإعلامي، حيث أحيت الحفل الغنائي الخيري الذي يقيم دعما لمؤسسة القلب الكبير. وقد حضرت الحفل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وغنت اللبنانية صاحبة الصوت السوبرانو على امتداد ساعتين، فأسرت الجمهور بالموسيقى الطربية وصوتها الذي صدح بأغنيات في حب الوطن والعاشقين والإنسانية. وقد خصت الشارقة بأغنية حملت عنوان من قلبي مية سلام، قامت بتقديمها في بداية الحفل وختامه. من قلبي سلام للشارقة وأهاليها، غني ويعيد الحياة والسلام يحكمها. وقدمت الرومي مجموعة من أغنياتها القديمة التي ألهبت حماس الجمهور، إذ كان يشتد تصفيق الجمهور مع الموسيقى التي تمتاز بالإيقاع الشرقي الأصيل، ولا سيما في أغنياتها الشهيرة، ومنها عم يسألوني عليك الناس، خدني حبيبي على الهنا، وكلمات، وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، ومجموعة من مقاطع أغنيات لبنانية قديمة تراثية. وأما من أغنياتها الحديثة فغردت بأغنية الطير طربا، وهي من كلمات صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة وألحان كلوتش الهو. واختارت أيضا من أغنياتها الجديدة على قلبي ملك والعالم إنا واعتزلت الغرام. طلع فيه اسمع 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 من